مساء الخير طلابي الأعزاء، طلاب مودرن أكاديمي مادة تصميم معماري 4. إن شاء الله نستعرض مع بعض تحليل مجموعة من الأمثلة المشابهة للتعرف على العلاقات بين العناصر المختلفة، بالإضافة إلى تحليل مداخل ومخارج كل مشروع، وإزاي المصمم اهتم زي ما قلنا قبل كده بالتشكيل المعماري الخارجي للمبنى من خلال عرض الكتلة المميزة للمعرض. هنيجي نشوف مع بعض أول مثال عندنا. زي ما احنا شايفين اهتم المعماري بكتلة المعرض فخلاها عبارة عن الكورة الجودسك اللي حضرتك شايفها أو الكورة الإزاز اللي اخترعها المعماري لتمييز كتلة المعرض عن باقي المشروع، بالإضافة إلى اهتمام المصمم بجزء العرض الخارجي اللي هو أضافه عبارة عن جزء البلاطة الطايرة اللي طايرة فوق مدخل المشروع لعرض مجموعة من العربيات. تعالوا مع بعض نشوف البلان واللاي اوت بتوع المشروع. تعالوا نشوف مع بعض البلان واللاي اوت الخاص بالمشروع اللي احنا بنتكلم فيه. هو هنا رسم لك حاجه زي ماستر بلان، موضح لك جزء من اللاي اوت وعليه البلان. زي ما احنا شايفين في مدخل واحد للمشروع، المدخل دوت بيدخلني على الباركينج، مجموعه من اماكن انتظار السيارات اللي منها بركن عربيتي بتوجه الى مداخل الكتلة بتاعتي. عندي هنا مدخلين، مدخل رئيسي ده هنقول عليه للعملاء، ومدخل جانبي ممكن يكون للإداريين والموظفين وهكذا. المدخل الرئيسي بتاعي بيقودني إلى صالة مدخل رئيسية فيها كاونتر وفيها مجموعة من صالونات الانتظار. زي ما انت شايف كده صالة المدخل دي صالة مفتوحة مش محددة بحوائط، ولكن محددة بمجموعة من الستركتشر سيستم الأعمدة اللي حضرتك شايفها، بالإضافة إلى مجموعة من الفرش. صالة المدخل الرئيسية دي بتوديني مباشرة لصالة المعرض اللي هي زي ما انت شايفها في البلان عبارة عن النص دايرة اللي بنتكلم فيها، بالإضافة لكده إن الإدارة بتاعة المشروع اللي هي ديت على علاقة مباشرة بصالة المعرض. كمان في مجموعة من الخدمات اللي ممكن يكونوا على علاقة مباشرة مع بعض زي الكافيتيريا والحمامات، ولكنهم على علاقة متوسطة بصالة الايه المعرض. طيب اهتم المصمم برضو بالجزء بتاع العرض الخارجي زي ما احنا شايفين، وحضرتك داخل من المدخل حط العربية المميزة اللي هي موديل السنة دي او الاعلى سعرا او الاكثر مبيعا زي اي براند حضرتك بتشوفه، وعمل لها بلاتفورم محترمة، عمل لها تبليطة كده محترمة ومميزة. تمام، بالإضافة زي ما أنا قلت البلاطة الطايرة اللي احنا كنا شايفينها في المنظور بتاع المشروع اللي حاطط عليها مجموعة من العربيات، فحضرتك وانت ماشي على الطريق شايف كل العربيات المعروضة. بالإضافة لكده ان صالة المعرض بتاعتك دي صالة مش دور واحد، شايف الخط الدوتت اللي مكمل دوت، وفي مجموعة من السلالم اللي ممكن تكون بتطلعني للدور الاول او الميزانين زي ما احنا بنقول. تمام، اللي يأكد لي الكلام اللي انا بقوله السكشن اللي عندك، ادي الدور الارضي اللي حضرتك داخل منه، وادي الدور الاول او الميزانين زي ما احنا شايفين اللي انا وانا واقف هنا اقدر ابص على العربيات دي من فوق. تمام، زي ما حضرتك شايف اهو لو في فرد واقف هنا هيقدر يبص على العربيات دي من فوق، بالإضافة إلى أن كتلة المعرض بتاعتك مش دور أرضي، معنى كده أن كتلة المعرض دي هتبقى كتلة مميزة بارتفاع أكتر من دور. تمام، أدي الكتل بتاعة الإدارة بتاعتك اللي هي الكتل الخلفية، شايف ارتفاعها قد إيه بالنسبة لكتلة المعرض، معنى كده أن هو ميز كتلة المعرض كمان مش في الشكل بس، لا وفي ليه الارتفاع الخاص بيها. تاني مثال عندنا، هنلاقي ان المعماري اختار الشكل المثلث لكتلة المعرض علشان تكون كتلة مميزة زي ما انت شايف اهو في اللاي اوت. تمام، اختار الشكل المثلث، خلى الضلع الكبير للمثلث مواجه للشارع الرئيسي او موازي للشارع الرئيسي، بحيث وانا ماشي في الشارع كده انا شايف وجهة المعرض ككل. برضو من خلال اللاي اوت ادي المدخل الرئيسي للمشروع، بتخش تركن
عربيتك وتبتدي تدخل الى كتلة المشروع. زي ما احنا شايفين برضو راعى المصمم وضع لاند مارك او العلامة المميزة للبراند بتاع العربية مع عناصر تنسيق الموقع اللي احنا شايفين. تعالوا مع بعض نشوف البلان ونشوف ايه عناصر المشروع المختلفة. زي ما احنا شايفين البلان فيه اكتر من مدخل، ففي مثلا مدخل رئيسي للمشروع او وفي مجموعة من المداخل الجانبية لادخال العربيات الجديدة دي للمعرض. المدخل الرئيسي ده بيؤدي الى صالة مدخل رئيسية فيها كاونتر استعلامات زي ما احنا شايفين، تمام، اللي بتؤدي مباشرة الى صالة المعرض، تمام، زي ما احنا شايفين كده في الصورة الاولانية. ادي المدخل الرئيسي للمشروع وادي كاونتر الاستعلامات اللي موجود عندك اللي بتخش تسأل فيه اذا كانت العربية اللي انت بتسأل عليها متوفرة ولا لا. طيب صالة المعرض الرئيسية هي الكبيرة ديت، تمام. هو هنا استخدم الرامبات زي ما حضرتك شايف كده، دي رامبس كده ومجموعة من الاسكليترز عشان تطلع بيها للدور الميزانين او الدور اللي فوق، تمام، كطريقة للعرض بحيث ان هو بيعرض العربيات المميزة هنا مثلا في الجزء ده اعلى من العربيات التانية اللي موجودة فين في المعرض، يعني عربيتين اغلى سعر موديل السنة دي مثلا، فبيهتم بطريقة العرض بتاعهم فبيخليهم في مكان مميز زي ما حضرتك شايف كده، تمام. طيب بنيجي برضو نلاقي ان صالة المعرض زي ما حضرتك شايف كده على اتصال مباشر بالجزء الاداري او مجموعة من المكاتب الادارية اهي اللي موجودة ورا الكاونتر، تمام، بالاضافة الى مجموعة من الخدمات زي الحمامات مثلا والسلم اللي بيطلعك الدور التاني، تمام. المشروع هنا ما فيهوش كافيتيريا بس في ممكن اجزاء زي الجزء ده مثلا، لو احنا حبينا نوفق المشروع ده على المشروع اللي عندنا ممكن نستبدل اجزاء من المكاتب دي بجزء كافيتيريا. المشروع بالاضافة لكده كمان في جزء من المينتنس الصيانة، ولكن هذا الجزء غير موجود في المشروع عندنا، فالجزء اللي ورا ده كله اللي انا بشاور عليه ده كله ده غير مطلوب منك في المشروع بتاعك. المشروع التالت عندنا مشروع معرض عربيات ميتسوبيشي. بنيجي نشوف ان هو اتأثر بشكل اللوجو الخاص بالبراند وحاول توظيفه في كتلة المعرض من خلال الحذف والاضافة، يعني هتلاقي في اجزاء فيها حذف زي اللي احنا شايفينها، شايل كتلة من هنا شايل كتلة من ورا بحيث ان هو برز بي اللوجو بتاع البراند اللي هو زي ما انت شايفه الكتل الحمراء اللي حضرتك شايفها ديت، واستغلها كلاند مارك المشروع، وبالتالي كتلة المعرض بتاعته طلعت كتلة مميزة. الجزء اللي هو المستطيل الكبير دوت ده كان ممكن يعتبر باقي من جزء المعرض، ولكن هو هنا في الاجزاء الخارجية دي هو بيعرض العربيات المميزة اللي هو عايز يعرضها. تعالوا مع بعض نشوف البلان بتاع المثال التالت. هنيجي نلاقي البلان عندنا دي اكتر من مدخل، ففي مدخل رئيسي مدخل جانبي او مخرج مدخل فرعي خاص بالجزء بتاع الموظفين والادارة اللي هو في الجزء الخلفي بتاع المعرض، مدخل جانبي لادخال السيارات الجديدة لارض المعرض. هلاقي ان المدخل الرئيسي بيؤدي الى صالة مدخل رئيسية فيها كاونتر استعلامات وعلى علاقة مباشرة مجموعة من صالونات الانتظار اللي بدورها هي على علاقة مباشرة بمجموعة من مكاتب التسويق. هادي الاقي ان المصمم استغل اللوجو بتاع البراند زي ما احنا قلنا ووظفه كصالات عرض صغيرة لعرض العربيات المميزة. في مجموعة من الخدمات اللي بتخدم على
صالة المدخل الرئيسية وصالة المعرض، وحطهم في أجزاء متوسطة ما بين الاتنين زي الكافيتيريا والحمامات ومجموعة الصالونات. في عندنا هنا جزء إداري كبير خاص بصالة المعرض، والجزء الكبير قوي ده هو مش مطلوب عندنا في المشروع بتاعنا. من خلال استعراض الأمثلة اللي فاتت إلا أني هلاقي مجموعة من الخصائص المشتركة في المشاريع، مثلا زي تنوع المداخل، فهلاقي أكتر مشروع ليه أكتر من مدخل عندي، هلاقي في مداخل رئيسية زي ما احنا قلنا ومداخل فرعية، تمام، زي كل مشروع هلاقي فيه مدخل رئيسي، مدخل جانبي، مدخل فرعي. المشروع التالت كان عندك أكتر من مدخل، ادي مدخل رئيسي وفي مداخل جانبية. تاني حاجة هلاقيها مشتركة برضو بين المشاريع دي طريقة العرض المختلفة لكل مشروع، اللي بتسمح ان الواحد يتفرج على العربية من جميع الزوايا زي ما حضرتك شايف كده، هو عارض العربيات زي ما انا بشاور كده في المثال الاولاني بطريقة تسمح للعميل انه يتفرج على العربية من جميع الزوايا. ادي المثال التاني برضو نفس الكلام، يديني الحرية في المساحة اني اتفرج على العربيات. المثال التالت برضو على الرغم ان هو رصص العربيات بطريقة منتظمة، الا ان برضو بقدر اتحرر بحرية وسمحية ما بين العربيات. تالت حاجة الكتل المميزة لصالة المعرض بتاعتي، فهنلاقي ان هو كل مشروع من المشاريع اللي احنا استعرضناها كان مميز كتلة المعرض بكتلة مميزة. رابع حاجة وجود مساحات كبيرة بدون أعمدة اللي احنا بنقول عليها بيت سبان، وده بتوقف على النظم الإنشائية المستخدمة حتى وإن وجدت مجموعة من الأعمدة الداخلية، فهي زي لو هي زي المثال الأولاني كده الأعمدة اللي انت شايفها دي، فالأعمدة دي موجودة هنا عشان تشيل المزنن بتاعك. برضو الكلام ينطبق على المثال التاني، الأعمدة اللي حضرتك شايفها في النص دي أعمدة عشان تشيل المزنن بتاعي أو الدور بلاطة الدور الأول، أو إن هي جزء من الستراكشر سيستم زي ما هي في المثال التالت، تمام، إلا إن الأعمدة لا تعوق حركة السيارات ولا تعوق الرؤية الخاصة بصالة المعرض. هنيجي مع بعض نستعرض مجموعة من شغل طلبة كان عندهم نفس المشروع، ولكن كان بيزيد عليه في المشروع بتاعهم مركز صيانة للسيارات ومركز بيع لقطع الغيار. لما نيجي مع بعض نستعرض الموقع العام الخاص بالمشروع الأولاني، هنيجي نلاقي انه اهتم بمحاور الوصول والحركة لأرض المشروع بالإضافة إلى مداخل ومخارج المشروع، فهلاقي ان هو عمل مدخل جانبي للأرض من هنا بتودي إلى مجموعة من أماكن لانتظار السيارات، بالإضافة لوجود مجموعة تانية من أماكن انتظار السيارات ليها عمل دروب أوف أمام صالة المدخل الرئيسية. يعني لو أنا جاي مش بعربيتي، بعربية أوبر أو أجرة أو تاكسي أو تيفر، هيجي يطلع من هنا أو يدخل من هنا ينزلني قدام صالة المدخل الرئيسية ويلف أو ينزل ويمشي في طريقه تاني، بالإضافة لأني هلاقيه اهتم بالجزء بتاع العرض الخارجي، فدي حطه على نصية الأرض بتاعتك. اهتمامه برضو بعناصر تنسيق الموقع، فهلاقي فيه تنوع ما بين المسطحات الخضراء اللي حضرتك شايفها وتوزيعها، هلاقي المسطحات أو المساحات والعناصر المائية برضو هو موزعها، هلاقي الممرات والطباليط الخاصة بسواء العرض الخاص بكل العربية أو الممرات الخاصة بالمشاة حوالين أرض حوالين الكتلة بتاعة المشروع. كمان وانا بص على اللاي اوت هلاقي الكتلة الكبيرة المميزة اللي واخدة عيني اللي هي الكتلة الالبس ديت او البيضاوي الكبيرة دي اللي هي كتلة
المشروع أو كتلة المعرض بتاعك، بالإضافة إلى مجموعة من الكتل الثانوية اللي بتخدم على صالة المعرض الرئيسي. هنيجي نستعرض مع بعض البلان الخاص بالمثال الأول. هنيجي نلاقي برضو في تنوع في المداخل زي ما احنا قلنا، فنلاقي في أكتر من مدخل، ففي مدخل رئيسي خاص بالعملاء، في مدخل جانبي لإدخال العربيات إلى صالة المعرض. المدخل الرئيسي بتاعي بيؤدي إلى صالة المدخل الرئيسية زي ما انت شايف، اللي ملحق بيها كاونتر استعلامات اللي أنا بشاور عليه دوت، مجموعة من صالونات الانتظار زي ما انت شايف، في مجموعة من الخدمات الحمامات اللي بتخدم على القاعة، في مجموعة من المكاتب الإدارية والتسويق الخاصة بالتعامل مع العملاء أو الجمهور على علاقة مباشرة بصالة المدخل الرئيسية، في الجزء الخاص بالإدارة العليا بتاعة المشروع على علاقة برضو مباشرة بصالة المدخل الرئيسية، صالة المعرض الكبيرة اللي حضرتك شايفها، الأول الإليبس الكبير اللي حضرتك شايفه على علاقة مباشرة بصالة المدخل الرئيسية. هنيجي نلاقي عندنا هنا في صالة المعرض صالة كبيرة اللي هي زي ما احنا بنسميها بيج سبان، هنيجي نشوف ان الاستراكشر بتاعها متواجد على جانبي الصالة، تمام، مفيش اي استراكشر داخلي يعوق حركة العملاء او السيارات داخل المعرض، بالاضافة الى اني في طريقة توزيع العربيات سايب مساحة كافية للعميل ان هو يقدر يتفرج على العربية من جميع الزوايا ويتحرك بمرونة ويسر ما بين العربيات بتاعت المعرض، تمام، بالاضافة الى ان هو هنا دي كطريقة عرض مميزة برضو في منتصف المعرض بتاعه، ودي راح حاطط عربية وفر لها طبليطة معينة او ان هو ممكن يكون رافعها على بستم رافع بيطلع وينزل كطريقة عرض مميزة للعربية اللي هي في منتصف صالة المعرض. هلاقي عندي هنا وجود مجموعة من عناصر الاتصال الرأسي اللي هي السليتر اللي على جانبي العربية اللي في النص، بحيث ان هو يقدر يطلع يقف في الميزانين هنا ويتفرج على العربية اللي في المنتصف صالة المعرض او يتفرج على العربيات اللي في الجنب هنا وهنا من فوق، يشوف شكل صالة المعرض بتاعتك. يعني صالة المعرض هنا مش دور ارضي بس زي ما احنا اتفقنا، صالة المعرض دي بتبقى اكتر من دور. صالة المعرض هنلاقيها برضو على علاقة متوسطة بمكاتب الادارة والتسويق زي ما احنا شايفين، في الجزء الخلفي الخاص بمركز بيع قطع الغيار والصيانة اللي انا بشاور عليه ورا دوت، وده جزء مش موجود في المشروع عندك اللي هو الجزء ده كله، تمام. لما نيجي نشوف الاناليسز بتاعة المشروع اللي هو عاملها اهي، هنيجي نلاقي ان ده اتجاه الشمال، معنى كده ان هو موجه صالة المعرض بتاعته يا اما في اتجاه الشمال، ادي كل الكيرف دوت واخد اتجاه الشمال، والجزء اللي لافف ده حتى واخد اتجاه الشمال الغربي، ودوت زي ما احنا قلنا عشان ما يحصلش بلير على العربيات اللي موجودة في المعرض، بحيث ابقى واقف شايف العربية مش شايفها مزغللة ومش شايف وفي انعكاسات جاية على عينيا عن طريق الايه الاضاءة المباشرة اللي جاية على العربية. بالاضافة لكده برضو وجه العرض الخارجي في اتجاه الرياح المحببة زي ما انت شايف، لو انا واقف هنا هيبقى ده اتجاه الشمال الغربي بتاعي، وبالتالي انا حققت للعميل اللي هيقف يتفرج على العرض الخارجي بتاعي هنا الراحة الحرارية المناسبة، يعني هو واقف في مكان مكشوف ما فيهوش اشعة شمس مباشرة، لا بالعكس ده فيه رياح محببة، ووفرت له مجموعة من العناصر الخضراء والمسطحات المائية لتوفير جو ملائم ان هو يتفرج على العربية مش يبقى زهقان وياخد بعضه ويمشي. هنيجي مع بعض نستعرض
اللاي اوت بتاع المشروع التاني، هنيجي نلاقي عندي برضو ان هو اهتم هنا بمحاور الوصول والحركة الخاصة بأرض المشروع ومداخل ومخارج المشروع المختلفة. فهاجي الاقيه هنا عمل اكتر من مدخل، ده نظرا لان هو عنده اكتر من كتلة للمشروع، وبالتالي في اكتر من مدخل للمشروع، لان في عربيات مثلا داخلة الصيانة، في عربيات داخلة لمركز البيع وقطع الغيار، بالإضافة إلى مدخل معرض السيارات زي ما احنا شايفين. فوفر لي مدخل بيؤدي إلى مجموعة من أماكن انتظار السيارات، بركن هنا وبتمشى بلاقي تبليطة مركزية زي ما انت شايف، اللي هي التبليطة الدائرية اللي قدامك ديت، تمام، بتؤدي إلى صالة المدخل الرئيسية. برضو اهتم في المشروع بمجموعة عناصر تنسيق الموقع، فهلاقي فيه تنوع ما بين الممرات والتبليطات والمسطحات الخضراء والمسطحات المائية. هلاقي ان هو دي حط العرض الخارجي هنا قدام صالة المعرض، بحيث ان انا وانا ماشي على الطريق من بره فانا شايف صالة المعرض بتاعتي وقدامها مجموعة العربيات بتاعتي اللي في العرض الخارجي بتاع المشروع بتاعي. بالنسبة لكتلة المشروع، هادي الاقي ان في الكتلة الكبيرة اللي حضرتك شايفها، اللي هي الكتلة المميزة اللي هو مغطيها بستركشر واحد، ودي ضمة صالة المعرض وصالة المدخل الرئيسية، تمام. انا شايف بالنسبة للستركشر بتاعي ان هي كتلة هيوج كبيرة بتسبان ليها ستراكشر مميز، تمام، لكن في كتلة جنبها اللي هي خاصة بمركز الصيانة وقطع الغيار، فهي عبارة عن كتلة فلات خالص فيهاش اي تشكيل تعبر عن الوظيفة الخاصة بيها. تعالوا مع بعض نستعرض البلان الخاص بالمشروع التاني. هادي الاقي عندي برضو هنا في تنوع في المداخل، فهلاقي عندي هنا في مدخل رئيسي زي ما انا بشاور كده، في مدخل جانبي من ورا اهو لادخال العربيات الى صالة المعرض اللي انا بشاور لك عليه، في مخرج من صالة المعرض للعرض المكشوف او العرض الخارجي بتاعي. تعال نشوف انا بدخل من المدخل الرئيسي بتاعي على صالة المدخل الرئيسي، صالة صغيرة مش كبيرة، تمام، فيها كاونتر استعلامات زي ما انت شايف، ملحق بيها هنا اهي هو راح فاتح جزء الصالونات والكافيتيريا، بحيث ان هي تبقى على علاقة مباشرة بصالة المدخل الرئيسية مش جزء منها، تمام. ملحق بصالة المدخل مجموعة من الخدمات زي الحمامات زي ما انت شايف كده اهي، مجموعة من الحمامات ملحقة بصالة المدخل الرئيسي، صالة المعرض اللي هي الكبيرة اللي انت شايفها ديت على علاقة مباشرة بصالة المدخل الرئيسي، بالإضافة لوجود مجموعة من المكاتب الإدارية والتسويق اهي على علاقة مباشرة بصالة المدخل، تمام. في الجزء بتاع صالة المعرض هنيجي نلاقي برضو ان هي صالة كبيرة جدا زي ما انت شايف بدون ستراكشر داخلي، هنلاقي ان الستراكشر برضو متوزع على جانبي الصالة زي ما انا بشاور لك كده، تمام، خلاص. هنلاقي طريقة الفرش وتوزيع السيارات داخل المعرض برضو فيها مرونة ويسر ان انا اتحرر ما بين العربيات، هنلاقي ان في برضو عربيات تم تمييزها في صالة المعرض بتوفير بلاتفورم ليها، منصة كده بوفر بلاتفورم اما عن طريق تبليطات المعرض او ان انت بتستخدم ليها منطقة عالية شوية فبتعرض فيها
العربية المميزة اللي انت عايز تعرضها. بالنسبة للجزء الخلفي اللي حضرتك شايفه ورا دوت، اللي هو الجزء دوت، ده خاص بالصيانة وقطع الغيار، وده انا مش هستفيد منه بحاجة. بالنسبة للتوجيه، انت شايف اتجاه الشمال بتاعك، فهنلاقي ان الصالة بتاعتك هنا دي كلها، يعني الضلع بتاع المعرض كل ده اللي هو عامله ازاز متوجه ناحية الشمال، مم ده بيخليه يوفر الإضاءة المناسبة للمعرض بدون زغللة. بالإضافة برضو إن إنك حطيت العربيات بتاعت العرض الخارجي أو العرض المكشوف في اتجاه الشمال، ده برضو بيوفر لك الراحة الحرارية للعميل وهو بيتفرج على العربية. بالإضافة إن إنت موفر له مجموعة من عناصر تنسيق الموقع، فهو واقف بيتفرج على العربية، واقف في جو درجة الحرارة بتاعته أو الرياح، واقف في مكان الرياح المحببة بالنسبة للأرض، بالإضافة إلى المنظر الجمالي اللي إنت موفره. تعالى مع بعض نشوف إيه اللي المطلوب نتسلم النهاردة بعد المحاضرة زي ما اتفقنا. أول حاجة المفروض حضرتك تكون سلمت الصبح متابعة البحث والموقع العام المبدئي as a homework حضرتك اشتغلت فيه من يوم الاثنين، وسلمناه الاربع النهاردة عشان ناخد عليه الكومنت الصبح. بعد المحاضرة ان شاء الله المعيدين هيقعدوا مع حضرتك واحد واحد، يتابعوا الكلام دوت في الهومورك وبيطوروا مع حضرتك الموقع العام. وبعد ما بتسيب المعيد بتبتدي تشتغل، او لحد ما يجي الدور عليك انت قاعد شغال في تطوير الموقع العام بمقياس رسم 1/400 عشان هيتسلم as a classwork اخر اليوم. ده بالنسبة للنهاردة. المطلوب تسليمه المرة الجاية اللي هو يوم الاثنين ان شاء الله. اول حاجة تسليم البحث تسليم نهائي، تسليم الموقع العام نهائي، متابعة المسقط الافقي بمقياس رسم 1/200. يعني حضرتك النهاردة بعد التطوير هتكون وصلت لشبه لاي اوت نهائي، حضرتك هتبيضه وتسلمه المرة الجاية، بالاضافة الى انك هتبتدي تفكر في حل المسقط الافقي بتاعك. شكرا ليكم، كان معاكم دكتورة نرمين مطر، بالتوفيق ان شاء الله.